كذا جونا نحب الحياة ما في حد حق أحلامنا عصير تالي الليل بس. اي هذا عصير تاي مشروبه اي وقت ابي. استنتاج عليها سحبه. ابي 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 ابي. يلا عطني نام باكر وراك شغل من الصبح ما ادري ايش راح تسوي شلون تقوم. بسم الله شنو هذا؟ والله ما ادري. روح شوف. اقول انت متوقعي عندي شغل الصبح روح انت شوفي انا بنر. يا ربي هذا الصوت من وين عيل؟ شنو طلع الصوت؟ طلع شبح. شنو؟ شبح قثيث بس لا تخاف عطيته لي ما عطاه زمانه. والله زين سويتي فيه. انتو الحريم اصلا في احد يسلم من لسانكم؟ خلتش انا بروح وعلمتش فيه. بطل الباب بطل الباب بطل الباب. ما حد قاعد يسمع كلامي. عدنان بطل الباب. عدنان 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 بس بس ويمس ما اذيتنا انت. بس اقول يلا قاعد تفتر بالبيت ما عندك شغل؟ حرام عليكم قاعد تطقون بمقلع على راسي قاعد تطقون بكشكول ما يصير حرام انا قاعد اخرعكم لازم تخافون مني. هذيلا مني انا ما يخافون يخافون منك انت. بس اقول يلا روح فكنا انت وملاختك. عدنان يلا عدنان. لازم أسوي شيء.
غلط صح. هذا ليه الحين هني؟ شو يسوي بالبيت؟ لزقة، هذا ايش فيه؟ نايم ببيتنا وبالصالة بعد؟ يبا تكفى روح كلمة لا افصل عليه الحين. انا كلمة؟ بوبو بوبو روح قاعد اروح. شبح انا اسف نايم بالصالة. انت شو تسوي نايم ببيتي؟ اقول يا وفقنا. شوف انا بطلع بوديهم المدرسه، ان رديت ولقيتك هني يا ويلك ويلاه. انتوا حرام عليكم ما تخافون مني، انا تعبت تعبت وانا اخرع فيكم. نمتني بالصاله، انا اسف سامحوني. اقول عطوب ولباس يلا مشاو تعالوا تكفون. لا حرام حرام عليكم نغدوني. صباح الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. انت للحين شنو ريوق؟ اي ريوق، وين قاعد انت؟ عنك عنك عشان ما تتعبين عنك. وخر زين ام احمد ليش ما اي ام احمد خديجه ولا وين هذا كل يوم الصبح حالتي كذي؟ شنو هو الريموت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ها الشاي شنو تبين فيه؟ تبين معه شكر بدون شكر مر ماسخ شنو؟ اتوقع الشكر احلى لان مع بابا كنافة وايد نار. سؤال، انت الحين ليش جاي بيتنا؟ منو عازمك بيتنا؟ ايش تبي؟ شل لزقه؟ والله شو اقول لك يا بشور؟ شو اقول؟ بشور؟ اصغر عيالك انا تقولي بشور؟ ام عادل ام عادل عبالي بعد. اي ما تدرين شنو صاير فيني. قبل انا اول ما دشيت هني الفريج ما حد قاعد يخاف مني، الفرجان اللي قبل كانوا كلهم يخافون مني. ما ادري ليش انتم ما تخافون مني، حرام عليكم طيحتوا من هيبتي حرام. انا بس ناطر اهلي ياخذوني يودوني ديرتي. تكفين شغلوني عندكم اي شيء اي شيء، انا ما عندي اي مشكله. غير هذا غير ايه؟ ما في اي شيء ابي اشتغل غير هالشغلتين لانه وايد يعني محتاجين موظفين صراحه. ما ابي هالمكان شلون يعني؟ ايوه انا اقول لك شنو. حبيبي اوي ماي هاف اوكي اوكي Wow.
انت جسمك بوبو بوبو. يلا قول معي. اكل اكل شرب شرب. لحظه. الو ها محمد، خلصوا المناهج. يا بيشي بعد ماما مش كان إنسانة. سلام عليكم. مع السلامة. شو تسوي انت؟ شو تسوي؟ شو قاعد تسوي؟ انا بختفي بس الظاهر الشغل مو فعال. الحمد لله والشكر. شبح شبح هذا وينه؟ أبي يسوي شعري كيرلي ولا شبح 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 شبوحي شبح بح. شبح شبح. طيب الحقونا ايش فيكم؟ دورنا شبح ما لقينا. وين راح يعني؟ ما ندري. يبا شنو هالورقة؟ أصدقائي عائلة عدنان، شكرا لكم لأن أنتوا خليتوني أعيش عندكم في البيت فترة بسيطة، ولكن راح أمشي لأن شفت أهلي برا وبياخذوني الحين بالقطار. الحين بعد ما تعودنا عليه اختفى وراح، حتى سوق اليمع ما في أشباح. أبي 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 أبي. هلا هلا هلا. أدري متحمسين حياكم لك لا طول زحمة نلتقي بعدين حياكم بعدين سحبة أدري متحمسين حياكم لك لا طول زحمة نشوف الدنيا مقلوبة عليها سحبة